طيب بسم الله الرحمن الرحيم انور فتح الرحمن احمد دفع الله اليوم آه الاثنين 18 6 2018 هو تقريبا ثالث ايام العيد كل عام وانتم بخير جميع آه في حمله الامل وان شاء الله يعني آه العيد عليكم مبارك والجميع بخير ومبسوطين وتامين ولامين ان شاء الله يعود علينا العيد وبلدنا الحبيب يعني آه في افضل احواله ويحكمنا افضل من نستحق وبلدنا يعني زي ما نحن بنتمناه ونشتهيه ان شاء الله لا في نزول في معسكر نزوح ولا في معسكر لجوء ولا في نزول بيفكر انه يطلع من السودان لانه ما قادر ياكل ولا يشرب ولا ما قادر يحقق احلامه المواطنين من الدول الغنيه والكبيره بيكون الواحد فيهم حياته كلها بفكر فيها في انه يكون موجود داخل بلده وانه يحقق احلامه داخل بلده. وإحنا نسال الله العلي قدير انه يوفقنا وتكون حمله الامل مدخل لانه آه السودان يكون افضل مكان نختاري فيه، افضل مكان نمشي منه، افضل مكان نقدر نسيح فيه، نمشي فيه من مكان من من ولايه لولايه ومن مدينه لمدينه ومن قريه لقريه. لانه كل الم... لانه متاحه وموجوده عندنا ونحن بنستحق الافضل باذن الله. طيب الله ده الهدف منه شنو؟ الهدف منه يا اخواننا انه نعكس الحياة الايجابيه اللي بتظهر للناس في خلال المسيره وخلال الحمله. بال... طبعا عارفين كلكم نحن عايشين في جو بيملاوا الاحباط، الناس محبطه ومستاءة وانه والله الوضع ما فيه ما فيه اي بوارق بتاعت امل كل يوم الأخبار لو في زول بيتابع الأخبار السياسية والأخبار الاقتصادية تحديدا كل يوم عبارة عن إحباط في إحباط يعني إحباط وراء إحباط والناس يتلاوموا فوسط وسط الكلام السلبي والمؤسف ده هل في بوارق بتاعة أمل هل في حاجات يعني كويسة نحن المفروض إنه نتشاركها فيما بعض بحيث إنه نقوم نلهم بعض بحيث انه نصبر بعض هل في حاجات زي دي والحقيقه انه في انا شخصيا من من الناس اللي استفدت جدا وتعلمت جدا وبتعلم بصوره يوميه في مجموعه حمله الامل ومن الناس الموجودين حواليه لانهم ناس عظماء يعني انا ما بقدر اشوف زول من الشباب هنا ده الجايين وينضموا لحمله الامل الا انه زول عظيم وزول فعلا فعلا يجي منه ويرجع منه انا تواصلت مع طلاب تواصلت مع ربات منازل تواصلت مع ناس محترفين موجودين في في المهاجر وفي في داخل السودان وكلهم يعني سمعت منهم وحاجات صراحه يعني مبشره جدا وجميله جدا جدا في ناس اقتصاديين محترفين بيقول لك يا اخي البرنامج بتاع الاقتصاد بتاع حمله الامل ده ولا بتخلي علينا في ناس بتوعنا ماس كوميونيكيشن ميديا بيقول لك يا اخي إنه والله احنا ممكن نعمل لك خطه بتاعت ميديا ممتازه جدا، في ناس بتوعون صحه بيقول لك إن احنا والله ممكن نشارك في وضع برنامج الصحه، في ناس بتوعون صناعه و... وفي ناس بتوعون اداره بصوره عامه يقول لك انه والله احنا ممكن نقدم لك و... و... وما دايرين منك اي حاجه، انا من الرسائل الجميله جدا اللي جاتني من واحد من الشباب قال لي خلاص ما عنده اشتغل <applause> معاك في حمله الامل وما داير مرتب ولا داير اي حاجه. يعني الهدف بتاعي بس إن والله دا اخدم بلدي ولا كده قمت قلت, قلت يا والله انا طبعا دي الحاجه ذاتي اللي انا بديت بها الموضوع ده يعني بديت لانه انا دا اخدم بلدي وما داير اي مقابل انا ما داير حاجه انا انا بالنسبه لي يشرفني جدا ويزعدني جدا انه القى فرصه اخدم اهلي اللي بيستاهلوا يا اخوانا السودانيين ده شعب عظيم جدا جدا يعني فيهم طيبه وفيهم مروه وفيهم شهامه ما يعني متفرده جدا انا انا بصراحه يعني لفيت ومشيت دول كثيره ولقيت ناس اشكال والوان بتلقى في ناس والله مميزين في جانب في جانبين في ثلاثه لكن اعتقد انه قمه الهرم بتاع الانسانيه لما انك انت والله تتجرد من الحاجه بتاعتك لما انت تقوم يعني تكون مهتم باكل الناس وشراب الناس واكرامهم وقضاء حاجاتهم وكده دي الحاجه دي احنا والله متميزين بها جدا جدا في كل شعوب العالم اي حته بتمشي بيقول لك انه الجاليه السودانيه جالية متماسكة والناس متساويين مع بعض رغم إنه أن إحنا بيكون ظاهر الموضوع إنه أن إحنا متناحرين وإنه إحنا شلاليات وإلا بتاع لكن السودانيين بتلقاهم وقت الخطوب وقت ما يحصل يعني أي أي مصيبة ولا حاجة بتلقى الناس يعني إحنا عندنا عندنا قداسة الموت مثلا الموت ده لو لو حصل الناس كلها بتخلي قدامه والوراء وبتمشي المقابر وبتمشي يعني التقيف مع الزول اللي عنده عزيز يعني فقد ولا كده الحاجه دي يا اخواننا والله في يعني يعني في ناس بيموتوا براهم يعني وحدانيين يعني نادرا ما تلقى لك سوداني مات براو في حته ما وما قام بلقوه الا بعد يومين ثلاثه الكلام ده قليل جدا جدا يا اخواننا نحن عندنا قيم وحاجات جميله امشي قدام المستشفيات رغم انه بعد مرات احنا بنعيلها من ناحيه بتاعت عدم انتاجيه إنه والله حاجه ما كويسه لكن تلقى زول في غرفه العنايه المكثفه وهو بر الشبكه تماما بتلقى الناس قاعدين باليوم واليومين والثلاثه برا قاعدين يعني وكلهم امل انه الزول ده يستعيد عافيته ويجي راجع للحياه ثاني، وقاعدين بيشدوا من عضد و... ويكابروا الناس ال, ال... 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 اهلهم ولا زولهم ده مريض ولا كده. تخيلوا زول قاعد وهو اصلا ما جايب خبر، ما عارف انه الناس قاعدين برا آ... على اساس انه آ... هو عيان ولا كده. دي حاجه ما سهله، حاجه ما سهله لانه اذا كان القاعده العامه في ال... في... في في الاقتصاد ولا بتاع انه تايمز ماني. انه القروش الزمن بيساوي قروش فالناس دي قاعد يدوق زمنهم والزمن يعني يعني عمله نادره جدا وصعبه جدا جدا فانا بفتكر انه نحن المفروض نركز على الحياه الايجابيه وده الهدف بتاع الفيديو ده انه يا اخوانا نحن في ناس بيشتمونا وفي ناس بيستهتروا بينا وفي ناس يعني بيضحكوا فينا والى اخره لكن هل نحن نركز معاهم هل نمشي بالطريقه بتاعت السياسه السودانيه التقليديه انه يكون في الزعيم حزب ولا, ولا 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 سياسي ولا كذا الناس دي كلها تكون قالت له كلام كويس يا سلام عليك يا مخلصنا يا فارسنا يا منقذنا في زول واحد بس قال له كلمه ما عجبته يخلي الناس دي كلهم الناس بالالاف والبتاع بس يركز مع منو مع الزول قال له كلمه سلبيه دي هسه انا في ناس كتير جدا بيرسلوا لي رسائل سيئه جدا انا شخصيا ما مهتم بيهم وما مهتم بانه انا انشر وازيد من كلام السيء بقدر ما انا مهتم ان لو في زول واحد قال لي كلمه طيبه ما في النهايه انا في شنو انا في خدمه الناس وخدمه الناس هي طيبه يكرههم انا انا يعني دي طبعا من الحاجات الغريبه عندنا في ال... في في انه الزول بتلقاه مكنكش في السلطه وداير يكون قاعد فيها طوال وبتاع ده في الغالب بكل حاجات شخصيه ما 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 ما, ما لانه داير يخدم الناس لانه يطلع يستخدم الناس المفروض تسمعهم مفروض تأخذ منهم مش مش انك تملي عليهم قال ما اريكم الا ما ارى لا لا انت تسمع من الناس لانه انت انت جاي عشان تخدمهم هم فانا بالنسبه لي بحب دائما انه اقول الرسائل الايجابيه اللي بتجي الرسائل الايجابيه اللي والله يا اخواننا في رسائل جات بصوره ما بتتخيلوها يعني في من الرسائل الطريفه برضو يعني عشان عشان الناس تشارك انا بعض الرب في رسائل كده زي اقول بتضحكك لحد على ظهرك في واحدة من الشابات رسلت رسالة قالت إنه والله يا أخي أنا إحنا يعني مستنين منك إنك تعمل برنامج انتخابي ممتاز جدا والبرنامج الانتخابي يكون فيه إنه السودان يكون مهتم بشؤونه الذاتية ده في المحور بتاع العلاقات الخارجية وإنه أنا إحنا الاقتصاد بتاعنا ده نمرة واحد لحد نمرة عشرة وإنه أنا إحنا يعني ننغلق على ذاتنا ما بنهتم بإنه والله العالم ده فيه شنو حصل بهناك شنو بتاعه والجوط الفارغه اللي ممكن يكون الناس بيهتموا بها والمهم عملت لها لسته طويله جدا من المطالب في النهايه دي قالت يا اخي اسمع اقول لك حاجه يا اخي ما تعمل اي حاجه بس فوز الانتخابات دي و... 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 وفكنا من وجبش الواحد ده الصراحه الرساله يعني <applause> انت بتكون بتقرا فيها وزول بيتكلم في انه داير انك تعمل كده وتسوي كده وتعمل كده وتسوي كده في النهايه يا اخي ما داير انك تعمل اي حاجه طبعا ده مذكرنا النكتة بتاعت الزول الزهيد قال المشهد الترزي وشايل معاه القماش بتاعه بيوصف له البنطلون ده المفروض يخيطه كيف يا اخي انا ما داير اسمه شنو ده القماش الكفه بتاعته تكون بيبره دايره تكون جوا وما بتعمل لي كسر هنا ما بحب الكسر وبتاع المهم بيوصف للترزي مسافه وعشان قال له اسمع الترزي قال له اسمع بالله عليك الله خلينا اديني القماش بتاعي ده امشي يعني فنحن اخواننا ما دايرين الناس تكون طموحاته ضعيفه دي واحدة من الحاجات اللي بتستغلها فينا الحكومة، يا اخوان الحكومة دي نجحت جدا جدا في انها تكسر دواخلنا ومعنوياتنا من جوا. يعني خلت الليفل المستوى بتاع الطموح بتاعنا ضعيف. يعني لما الليلة انت كهربتك تقطع في البيت. الكهرباء اللي انت دافع قروشها مقدما. يعني ده ما ده مستوى بتاع الظلم وإذلال اصلا ما طبيعي. انا زول دفعت لك قروش الخدمة، دفعت لك قروش الشاي ده تجيب لي الشاي. ما بعرف انه والله كفاتيرتك حصل فيها شنو ولا بتعدي مسؤوليتك، لو حصل في كفاتيرتك مشكله انت طوالي تحاسب على الكلام ده، كذلك الكهرباء والمويه وكل الخدمات الناس اللي بتدفع أخوانا بلدنا من البلدان الوحيده جدا في العالم الناس المواطنين فيها شغالين بري بيد شغالين دفع مقدم، يعني الحكومه بتستلم قروش الخدمه ولا قبل ما تعملها وبعداك بكل اسف وبكل إزلال للمواطن السوداني ما ملزم بانها بانها تقدم الخدمه يعني ما ملزمه يعني في بور سودان مثلا قبل ايام حصل بلاك اوت كل المدينه قطعت تماما وما في مويه وما في بتاع الناس دي دافعه القروش بتاعتها مقدما فانا داير اقول شنو إنه في الحته دي يا اخوانا الناس تكون طموحه لانه نحن دايرين نغير تغيير جذري في السودان دايرين بلدنا تبقى زي ما نحن دايرينها مش زي ما داير زول تاني بحدد لنا نحن مستوى طموحنا يا اخوان العالم هسه مفتوح، انتوا شفتوا براكم شفتوا كله الدولة اللي بيكون عندها أفضل خطوط طيران، الدولة اللي بيكون عندها أفضل مطار، الدولة اللي بيكون عندها أفضل فريق شغال حاليا في كأس العالم، الدولة اللي عندها أفضل اقتصاديين، الدولة اللي عندها أفضل أطباء، الدول بتعمل براندنج لنفسها عبر مواطنينا، المواطن المورد البشري ده ده هم مورد يعني، ودي الحتة اللي احنا إن شاء الله حملة الأمر حنشتغل فيها بصورة كبيرة. ف, فيبقى نحن ما تحدد لنا الحكومة ولا يحدد لنا الامر الواقع ولا يحدد لنا عدم اليقين الانسرتينتي دي واحده من الحاجات اللي بتعمل الحكومه انت لو تمشي الصراف الالي وتدخل الصراف داخل البطاقه بتاعتك وما يطلع لك قروش ده منتهى عدم اليقين انت بتحيز بعدم الامان الحكومه شغاله في الحاجات دي يا اخواننا بصوره مهندسه يعني ما صدفه ما صدفه لما تمشي تلقى والله يا أخي ما في الخدمه اللي انت دايره تمشي تلقى الموظف يقول لك إخ الليل الشبكة الشبكة شبكة يا أخي والله الليله الشبكه واقعه الشبكه الشبكه واقعه يعني شنو؟ الشبكه واقع يعني شنو بس قول لي يعني الشبكه واقع بتقع كيف الشبكه؟ الشبكه دي الهندسه منو؟ الختاهه منو؟ ويتختت كيف؟ وليه الشبكه لما تقع؟ دي مشكلتي انا كمواطن ما مشكلتك انت ذا كشخص مسؤول وموجود في المؤسسه الفلانيه. بتمشي حتات كثيره جدا بتسال بين المسؤول وينو بيقول لك والله يا اخي ما في ما موجود الى اخره. مسؤوليا انعدمت تماما. الناس يا اخواننا نحن دافعين دافعين مرتباتهم ودافعين المصاريف بتاعتهم واي واحد في في المسؤولين الحكوميين الكبار ديل لو جاوا عنده ولد داري قريو عنده حاجه عنده زول مريض الى اخره الحاجات دي ما بيلعب في نفسه أن احنا المواطنين العاديين ديل هم الناس اللي بيلعبوا فيهم فدي واحده من الحاجات المهمه انه الناس تكون طموحه نحلم بافضل حاجه عندنا نحلم بأفضل حاجة، الكلام ده مهم جدا جدا يا 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 ناس، يعني ما ما يا حملة الأمل يا شباب، ما الناس أصلاً طالما هو الحلم ده بيدنا نحنا ما نخلي زول ثاني يقصروا لينا يقللوا لينا. فبقول للشابة اللطيفة جدا إنه والله يا أخي ما ما آه، ما ما بالضرورة إنه يعني نكون آه، إنه بس إنه أنا بس أكون بديل لعمر بشير، أي نعم الكلام ده عنده معنى. حاليا نحن الرئيس بتاع البلد عمر البشير هو عباره عن عبء على الدوله عبئ على ليه؟ لانه ما قادر يمارس مهامه كرئيس كامل الدسم لانه حركته محدوده وفقا لل لل لل, لل... لل... بتاع محكمه الجنايات الدوليه الاتهام ده مخلي الرئيس بتاعنا ما يقدر يتحرك كرئيس اي مسار ولا سفريه بيعملها بتكون محميه ومخطط لها والى اخره ما بسافر بطياره سودانيه بسافر بطياره بتاعت ناس ثانيين بيلقى ضمانات من الدول يا اخوان ده منتهى الاذلال منتهى الاذلال المواطن السوداني لانه السياده بتاعته منقوصه داخل بلده ثاني حاجه لو جاء مسؤول اوروبي ولا امريكي ولا بتاع زائر السودان ما بيلاقي الرئيس بتاعنا مش لانه الرئيس بتاعنا ما داير لانه هم فارضين على الدبلوماسيين وبتاع انه ما يلاقوا الرئيس بتاعنا وده منتهى الاذلال بقت يا اخواننا كانه بقت ما في اراده سودانيه ودي مشكله كبيره جدا انه نرضى ان احنا بحاجه زي دي انه يجي مسؤول امريكي كبير ولا حاجه يقوم رئيسنا يعمل فيها انه ماشي له دوله تاني لموضوع فارق ما ما حاجه اساسيه رئيسنا ما قاعد يمثل دولتنا في الامم المتحده ودي حته مهمه جدا المساله بتاعت الريبرزنتيشن انت كرئيس بتمشي هناك وبتلاقي باقي الرؤساء وبتعقد قمم ثنائيه وبتتكلم عن شؤون بلدك وبتعمل فيها اتفاقيات والى اخره الحاجه دي ما موجوده فدي دي, دي مصيبه لنا. الرئيس بتاعنا مثلا قبل يومين كانت الذكرى الثانيه لمساله تهريبه من جنوب افريقيا، يعني الرئيس بتاعنا مشى كان للتابين بتاع مانديلا وفجاه في محكمه جنوب أفريقيا ودي حاجه متوقعه ما حاجه يعني ده ذاته غباء من السياسيين وال وال والناس الشغالين في الخارجيه السودانيه انك يعني تعرض رئيس البلد لحاجه زي دي، انا مش بقول انه نحمي عمر البشير، نحمي سياده السودان، فبالتالي انت ده لو وشيت بهناك والمحكمه قضت بانك انت تسوي المفروض انك تواجه الكلام ده لكن قام الحصل شنو حصل حاجه اسمها الهروب الكبير الهروب الكبير ده يا اخواننا دي, دي, دي يعني حاجه ما بتتخيلوها يعني في كميه بتاع التهكم حصل علينا احنا كمواطنين سودانيين زي ما حاصل في شعوب كثير جدا جدا بقت على مستوى الرئاسه السودانيه دي بالنسبه لها مهزله مضحكه يعني الرئيس الرقاص الرئيس المعرف شنو الرئيس ما شنو دي من كميه بتاع الشعوب في المنطقه هنا ده ونحن ديل كسودانيين بنعاين الكلام ده بعد شويه بتلقى نفسك انت تدافع بعد بتلقى نفسك يعني دخلنا نحن في مساله بتاعة تعقيدات اصلا ما جزء منا نحن يا اخي انت قعدت 29 سنه كفايه تفك من الناس يعني يعني امشي من الناس طيب في رسائل ثانية اللي هي بتاعت يعني لازم يعني كل التوصيه بتاعت انه البرنامج بتاعك لازم يكون فيه اقتصاديين واداريين وقانونيين ومهندسين واطباء وكل المجالات يا اخواننا نحن في حمله الامل يعني فاتحين المجال احنا قلنا شنو قلنا البرنامج بتاعنا حنبنيه بنظام البوتوم اب البوتوم اب يعني من اعلى لي من اسفل لاعلى قلنا يا اخوان الناس يتكلموا عن المشاكل آه القاعد مثلا في قريه في قرى الجزيره القاعد في قريه في قرى كسلا في في اي مكان في السودان يقول والله إخي المشكله بتاعتي في المنطقه الفلانيه شكلها كده 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 في مشاكل بتتحلى بالنظام بتاع آه انك سي فيو انك تعال لا فوق كده وتحلها لكن في مشاكل ثانيه لازم تتحلى بالماكرو ليفل يعني بالحته الصغيرونه ونبدا من الحته الصغيرونه نشوف الحته الاكبر والى اخره في نماذج في نماذج بتاعت حلول ممتازه جدا جدا يعني اديكم النموذج بتاع بتاع دكتور عبد الرحيم في قريه واد النموذجيه انا النموذج ده اطلعت عليه ودكتور عبد الرحيم بعرفه شخصيا وتلاقينا ويتكلم في كان في مؤتمر تيدكس جامعه الجزيره ودي واحده من الحاجات الكويسه يعني قدرنا انه عبرها نعرف النجاحات والحياه الموجوده في كل انحاء السودان يعني النموذج ده التعقيريه النموذجيه كانت سيلف فاندد يعني الناس دعموا الموضوع بنفسهم يا اخواننا والسودان ده فيه موارد نحن احنا بنقدر ندعم اي مشروع دايرين مشروع بهمنا نحن بنقدر ندعمه بنفسنا والله الحكومه ما قاعده تعمل حاجه الحكومه بتاعتنا دي عيب 20% من المواطنين 20% من المواطنين السودانيين شغالين في الحكومه الحكومه متضخمه ومترهله متضخمه ومترهله ليه؟ لانه عبارة عن عن كلها عن ترضيات أي مجرم بتاع حرب شايل له سلاح والحكومة هي أكبر مجرم حرب وشايل السلاح في وجه المواطنين بتوعنا ديل كلهم جو ترضيات سياسية واتفاقيات ثنائية مع المؤتمر الوطني وجو داخلين القصر الجمهوري كل زول جو جاب معه ناسه 500 ألف وزير ووزير دولة وفي في طبعا في في بالمناسبة وظائف وهمية جدا في السودان يعني في في جزء مكافحة الفساد حتعرفوا الكلام ده يا اخوان لي ما هي الوصف الوظيفي لوظيفه اسمها معتمد برئاسه الجمهوريه؟ معتمد برئاسه الجمهوريه يعني شنو يعني؟ يا اخي رئاسه الجمهوريه فيها مليون الف عاطل يعني عن العمل والناس كلهم بالترضيات ولا بتاع، رئاسه الجمهوريه دي عندها ميزانيه اكبر ميزانيه ممكنه مفتوحه. انت الليله لو داير يعني زي ما يقولوا يتفتح عليك المساله كده ايوه نعم انا بحاول بحاول انه لو قلت كلمه كلمة بالإنجليزي أحاول أقولها برضو بالعربي لو مشيت رئاسة الجمهورية دي بتلقى في جيوش وجيوش يا أخواننا ما لأنه الرئيس بيكون عنده ناس بيته والوزير وال والمعرفة والرئيس مجلس الوزراء كل زول عنده غيامة رابطة الناس دي كلها شغالة بتاكل وتشرب على حساب كنتوا يا مواطنين يا سودانيين والميزانية بتاعتهم ما معروفة يا أخوانا شوفوا تقرير المراجعة العامة طلع قبل أيام بتلقوا إنه في حاجات كده ما معروفة يعني دي قاعد تمشي وين مكانها وين ما في زول عارف فده كله ان شاء الله نحن بال بحمله بال... مكافحه الفساد والضبط الوظيفي حتلقوا حتعرفوا انه اخواننا قروشكم دي قاعد تمشي وين وقاعد تجي من وين والى اخره وحتى اللي جار في العمله والاضعاف بتاع القصه ذاتها كل الحاجات دي ان شاء الله ان شاء الله يعني يعني الناس تسويها طيب تاني تاني في برضه رساله آه. والله يا اخواننا في ناس والله مؤهلين تاهيل والله انا بشعر بالتواضع اقسم بالله العظيم انا انور عندي دكتوره في كمبيوتر ساينس واشتغلت وين 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 انا في ناس بشعر معهم بالتواضع لما تقرا السيره الذاتيه بتاعت الزول بتقول والله يا 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 ناس يا اخواننا ليه الطاقات دي وليه الكفاءات دي ما موجوده داخل السودان؟ ليه ما شغالين لمصلحه بلدنا نحن؟ ليه بنلقاهم في حتات ثانيه؟ ما... ما 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 قادرين يسووا يعني في ناس عندهم مقترحات فيري امبيشس يعني طموحه جدا جدا لانهم يحلوا مشاكل السودان فالناس اللي يعني احنا حاليا ما قادرين ما قادرين نستفيد من طاقاتهم يعني في السودان وكده الكلام ده بكل اسف طبعا لانه لانه الموضوع محتكر لانه الحكومه جات بسياسه تحت التمكين جات بانه والله بس انت لو معانا انت بحق لك انك تكون مواطن سوداني حتى المواطنه ذاتها بقت محدده من مدى قربك وبعدك من الحزب الحاكم وفي الحزب الحاكم ذاته هسه حاليا بعد اختلافاتهم وانقساماتهم وإلى اخره بقت لي حته صغيرونه لي شلة. يعني اسماء بس انت قريب لنافع انت قريب لعلي عثمان انت قريب لعمر البشير يعني القصه بقت حاجه صغيرونه جدا جدا يعني لما انا شخصيا انا ورد عمري 11 سنه لما جات الـ 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 الانغاز حكومه الانغاز في 30 يونيو 30 يونيو باقي 12 يوم بالمناسبه فا ففي الوقت ذاك سمعنا شعارات كبيره جدا يعني ناكل مما نصنع ونلبس م... ناكل مما نزرع ونلبس مما نصنع أنا إحنا أن إحنا شخصيا وإحنا شباب صغار كنا نحضر ساعات الفداء وشايفين في مشروع إسلامي كبير وبتاع الكلام ده الليلة حاليا بعد 29 سنة لما نجي عائلة وكده ده أنا أنور يا أخي يا أخي الناس دي أبدعت في الكذب أبدعت في الكذب أبدعت في إجهاض أحلام الناس لو كان في لو كان في حلم يعني احنا من الناس الدفعتنا اللـ 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 يعني قرينا سوا وبتاع في ناس ما عن المشروع ده المشروع اللي هو يفترض انه مشروع يدخل الناس الجنه وانه مشروع رساله وانه مشروع إلى اخره الناس اللي كانوا في الاتحادات بتاع الطلاب والبتاع اللي قدامنا احنا بنعاين كنا نشوف الناس دي مجاهدين والناس دي ال... الكلام ده كله سبحان الله، ربك انت بيديك الفرصة عشان تشوف الكذب من بدايته لنهايته، بيقول لك الكذب حبله قصير، ما لأنه انت ممكن تخدع الناس يوم واحد. لكن ما بتقدر تخدع الناس كل يوم، ما بتقدر. والحمد لله رب العالمين ربنا ورانا هون ده الكذب بتاع الناس ورانا يعني 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 انه كيف المشروع ما في مشروع. القصة كلها بقت مصالح بتاعت افراد. السودان كله بقى رهينة لشخص واحد. يا اخوان عمر بشير ده بس بمجرد بمجرد انه احنا ما رشحناه في 2020 ورفضنا رفضا باتا انه يكون موجود يعني في في العمليه السياسيه السودانيه من من 2020 واحنا ما او من الليله دي يا اخي يا ريت نطالب بالتنحي بتاعه الليله قبل بكره بمجرد عدم وجوده انت بتكون فتحت طاقات بتاعت امل في الناس في البلد في انه يكون عندها مستقبل افضل الكلام ده ما المفروض احنا نلعب ما المفروض نلعب ده مستقبلنا ومستقبل اولادنا واولاد اولادنا ان يعني احنا ما دايرين ما دايرين يا اخواننا انه يعني تتكرر الصوره دي يعني يعني انه ال ال الفئه الصغيره بتاعه كبار السن في السودان هم اللي يتحكموا في المصير بتاع الناس كلها وان المساله تبقى بس عباره عن 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 شيء دي وفساد مستمر يا اخواننا اي حاجه لو قعدت فتره طويله الفساد بيكون يتعشعش فيها احنا ما نقبل بانه يكون الفساد ده جزء مننا طيب آه في انا في زور رسل على اساس انه هو داعم لحمله الامل وانا حذرته آه حضرته حذرته لشنو؟ الكلام ده مهم جدا جدا الناس تعرفه انا انور فتح الرحمن احمد ضفع الله سوداني من كل, سودان. كل السودان كل قبائل السودان بتمثلني انا جزء من الناس والناس جزء مني انا ما داير ما داير آه زول عنصري يكون معنا في حمله الامل أنا احنا جايين عشان نغير الامر الواقع المهتري الحكومه بتاعتنا استثمرت في الشقاق فيما بيننا الحكومة دي وناس عندها يعني شطارة رهيبة جدا في الشقاق في إنه الناس يشقى شوفوا الأحزاب حزب الأمة حزب الاتحادي الحزب الشيوعي إلى آخره الناس الكل كلهم يشقوا بسبب مؤامرات الحكومة ودسائسة الحكومة كيف بتجيك يعني وتشقك بتجيك بتقول لك يا فلان يا أخي أنت مثلا شاقي والله يا أخي نحن لو ما عملنا وتكتلنا وعاين مثلا للقبيلة الفلانية ديل أه متكتلين مع بعض، احنا لازم نتكتل. وانت ولدنا ونحن ما عارف شنو. جاء واحد رسل لي رسالة، قال لي يا اخي نحن معاك وبتاع والبلد دي كلها تملد عبيد. قلت له يا اخي انا عبد، انا رفض الرحمن احمد ضفع الله، انا عبد سوداني وافخر بالكلام ده. هو سمى لي قبيلة. قلت له انا ما بكون فخور بانك انت تكون جزء من حملة الامل. لانك انت بتكرس للامر الراهن وانت ده عبارة عن البذرة بتاعت الشقاق بتاع حملة الامل من الليلة. لو انا ده قبلت انك انت تكون معي وتناصرني بعنصريتك دي حريقه في حمله الامل وحريقه في البرنامج اللي يعني احنا طارحينه احنا جايين بشنو؟ احنا جايين بانه تكون العداله والمساواه ودوله القانون وانه كل السودانيين واحد انا ده ما فخور ولا حكون داير اي زول يكون موجود في حمله الامل يكون شخص عنصري ولا شخص قبائلي ولا شخص كده وانا أخوانا ما بتهمني بالمناسبه من الاصوات رغم انها هي الاهم وهي اللي بتفوز العمليه انا بيهمني التغيير النوعي لانه لو انا ده كنت عنصري ولا قبلي ولا كده عمر البشير يكون اشطر مني في ناس اشطر مني مليون مره في انهم يكونوا قبليين وعنصريين انا شخصيا ما بعرف ادبر مؤامرات بناء على القبيله وبناء على العنصريه في ناس اشطر مني انا ده اللي بعرفه انه والله كلنا كسودانيين واحد اي زول قاعد في الغربه بيعرف الكلام ده كويس انا ما حكرره الكلام ده مهم جدا جدا انت لو عنصري موجود داخل المجموعه بتاعت حمله الامل الان والله لا مرحبا بك لانك انت عباره عن بذره الشقاق وحتكسر اي حاجه لمستقبلنا نحن انا داير سودان زي ما انتم دايرين سودان فيه ابنائنا كلهم بيتعاملوا ايكولي كلهم بيتعاملوا بالتساوي كلهم عندهم فرصه في انهم ينجحوا وبالجداره وبالكفاءه انهم يمشوا لقدام ودي الحاجه المطلوبه مننا في كل الديانات وفي كل الشرائع. الكلام ده مهم جدا جدا يا اخواننا، بقول لكم انه الرساله دي ما داير ما داير ما داير يعني ان شاء الله ربنا ما ما يكررها فينا وان شاء الله ربنا يا يعني الزول ده نفسه يتعلم الدرس، نحن العنصريه قعدت بينا من من السودان ده من اول يوم لما الناس اعتبرت جزء من مواطنين في الدرجه الثانيه واعتبرتهم انهم ما جزء من البلد وقررت نيابه عنهم بدل ما يدوهم فرصه في انه يقول الكلام اللي في راسه. طيب في رسائل ثانيه برضه بتاعت ناس بيقول لك انه والله إحنا ادينا البرنامج بتاعك و و وان شاء الله احنا نساهم في 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 الاضافات فيه. انا بقول لهم جدا كلام ممتاز جدا جدا. يا اخواننا ما في يد واحده بتصفق وما في زول عارف كل حاجه. لو في زول قال لكم انا عارف كل حاجه الزول ده يغشك. وانت لو عرفت او لو صدقته انه الزول ده داير يعني حيديك كل حاجه انت داير تخش على نفسك الجزء يا اخوانا المهم في الموضوع أننا بنبني الحاجات مع بعض انا بقدم مقترح المقترح يعني وبعدين في في احصائيات وفي دراسات يا اخوانا 60% من الشركات الكبيره بدات باستراتيجيات اللي حاليا ما شغاله بها الحملات السياسيه والاقتصاديه وغيره الناس بتبدا بمقترح وبتنتهي بمقترح ثاني ليه لانه انت لما تجيب الافكار والنظريات في, في, في من, من النظريه تاخذها في ارض الواقع بتلقى انه في 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 حاجات في انحرافات بتحصل سواء انت داير ولا ما داير فالناس بتقوم بتظبط النموذج بتاع وهي ماشيه في الطريق فانا يعني في ناس بيساعدوا في انه يقدموا مقترح هنا وهنا 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 لكن المقترح النهائي اللي هو المفروض المفروض انه نعمله مع بعض نصيغه مع بعض ليه عشان نحن لو صيغناه مع بعض ده البرنامج بتاعنا نحن كلنا هندافع عنه ما ما هنسمح بانه في زول يعني ما يطبقه لو يطبق هنقدر عرفنا انه يتطبق بصوره صحيحة هنحاسب الزول في في التقصير على انه ما ما اتعامل بصوره صحيحه فدي الحاجه المهمه جدا جدا في انه يا اخوانا الناس يشتغل مع بعض في بناء البرامج انا امبارح طرحت سؤال يعني بتاع الرشوه الفساد يا أخوانا المسائل دي مسائل سلوكيه تعتمد علينا نحن وعلى رغبتنا في التغيير كل كلنا من مصلحتنا انه نحارب الفساد لكن الكلام ده التزام فردي التزام مننا نحن نحن قلنا عملنا زي زي استطلاع في انه اخواننا انا ملتزم بمحاربه الفساد بمكافحه الفساد وما حدفع رشوه أنا داير كل الناس الموجودين في مجموعة حملة الأمل كلهم يحضروا في الحتة دي، يعني هي عمل بسيط جدا جدا لكن مهم إنه نعمله. فوالله من وراء القصد دي دي بصورة عامة ال بعض الرسائل اللي استعرضتها وإن شاء الله نعمل استعراض ثاني الواحد متفائل خير كثير جدا جدا في ناس رسولي رسائل جميلة بقول له يا أخي والله آه نحن يعني متفائلين بخير خير وبتاع، وأنا متفائل بيكم، تفاؤلوا خير وبتاع وانا متفايل بكم تفاولوا خير تجدوها نحن التفاؤل ده م م يعني حاجة مأمورين بها، يعني نحن ده لو لو تفائلنا الخير إن شاء الله حنلقاه. ولكم المحبة وكل سنة وأنتم طيبين وإن شاء الله يعني ربنا يوفقنا لعمل الخير في بلدنا و و وخدمته بأفضل ما يكون. شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.